مساء الخير، اهلا بحضراتكم. برحب بيكم في اول حلقات برنامجنا وابتدى المشوار اللي هنقدمه لحضراتكم كل يوم خميس وجمعه من كل اسبوع، وان شاء الله بنوعد حضراتكم اننا هنقدم موضوعات مختلفه ومتنوعه، وهنتكلم في كل القضايا اللي بتهم حضراتكم وبتشغل بالكم، وبنحاول كمان اننا نطرحها ونحللها ونبني على اساسها مستقبل افضل لينا ولولادنا ان شاء الله. نبدأ مشوار جديد كله عمل وأمل وتفاؤل. وبالمناسبة دي كان في النهاردة حدث في الحقيقة مهم جدا واحتفالية كبيرة في الأكاديمية العسكرية، هي حفل تخريج دفعات جديدة من طلاب الكليات العسكرية، واللي شرفها بالحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وضيفه العزيز الشيخ محمد بن زايد حاكم دولة الإمارات العربية المتحدة. ده طبعا كان زي ما تابعتوا حضراتكم كان من المقر الجديد للأكاديمية العسكرية بالعاصمة الإدارية الجديدة. طبعا تابعنا من خلال الاحتفالية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رحب بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال فعاليات حفل تخرج هذه الدفعة الجديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية دفعة 2024، وشكروا لحرصه على الحضور رغم مشاغله على وجوده في الاحتفالية. تعالوا نتابع مع حضراتكم ونرجع تاني. أخي الحبيب والصديق الحبيب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية الشقيقة، اسمح لي ان انا ارحب بيك وبالوفد المرافق ليك، واسمح لي ان انا اشكرك على انك اصريت انك تكون موجود معانا النهاردة. انا عارف المشاغل الكتيرة اللي موجودة لفخامتك، ولكن وجودك معانا شرف كبير قوي لينا وحاجة دايما تسعدنا، فاسمح لي كل الشكر ليك يا شيخ محمد، متشكر جدا على وجودك معانا وربنا يحفظك. ربنا يحفظك ويحفظ بلادنا من كل شر وسوء، ودايما دايما مع بعض في الخير ان شاء الله. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا. النهاردة في الحقيقة في أول حلقات برنامجنا وابتدى المشوار بيشرفنا في أننا يكون عندنا ضيف عزيز وغالي علينا كلنا، هو سيد اللواء أركان حرب نصر سالم رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق والمستشار بالأكاديمية العسكرية، عشان نستعرض مع سيادته أهم ملامح اللي حصلت النهاردة، وأيضا نتوقف عند ما ذكر في كلمة السيد الرئيس. اسمحوا لنا نطلع فاصل عشان نستقبل مع حضراتكم السيد اللواء أركان حرب نصر سالم، تفضلوا. أهلا بحضراتكم. كان في الحقيقة شعار احتفالية اليوم من يريد السلام عليه امتلاك القوة. يسعدنا ان احنا في هذه الفقرة علشان يعني نعلق شوية على اللي حصل في هذه الاحتفالية، وطبعا ابرز ملامح خطاب السيد الرئيس. يسعدنا ان احنا نلتقي بالسيد اللواء الدكتور نصر سالم رئيس جهاز الاستطلاع الاسبق واستاذ العلوم الاستراتيجية. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا فندم، اهلا بيك.
سيادة اللواء، النهاردة السيد الرئيس في الحقيقة يعني ذكر كلمة الشعب 15 مرة في خطابه اليوم، وكانت كمان الاحتفالية من ساحة الشعب. حضرتك مغزى ده إيه؟ شايف ده إيه حضرتك؟ الشعب هو المخزون الرئيسي، وهو القوة الحقيقية للدولة ولأي دولة. يعني ببساطة إحنا مصر بيضرب بها المثل في العالم بإرادة شعبها. الشعب الذي تعرض أو الدولة التي تعرضت لهزيمة كاملة بالنسبة لجيشها ومنشآتها أقصد سنة 67 ولم يبقى إلا إرادة الشعب، فبإرادة الشعب استعادت مصر كل ما فقدته وحققت أعظم انتصار في تاريخها. أدي إرادة الشعب، فهو الشعب هو الأساس، الشعب هو البداية وهو الامتداد، مش عايز أقول النهاية، لكن هو ده الامتداد. الجيش جاي منين؟ الاقتصاد جاي منين؟ الإرادة منين؟ كل الطاقة، المدد، كل المعنويات، كل ده. ولذلك كون الرئيس بيردد هذا فده الإحساس الطبيعي اللي هو مش بيعبر عن نفسه، ده بيعبر عن كل مواطن مصري، بيعبر عن كل قائد في الجيش المصري، بيعبر عن كل فرد في الجيش المصري. احنا لما كنا بنحارب كان كل همنا ان احنا نرجع نشوف الابتسامة على وجه الشعب. صحيح. هل الشعب اللي فقد ابتسامته يوم 5 يونيو 67 راحت الحزن والكآبة دي ورجع الابتسامة مرة اخرى؟ هو ده اللي كلنا بنعمل من أجله. فإذا الشعب هو البداية وهو الامتداد وهو ما لا نهاية. حضرتك شفت وتابعت طبعا المركز الجديد اللي تم افتتاحه والأكاديمية الجديدة والمكان الجديد في العاصمة الإدارية الجديدة، وشفت في الحقيقة الأبطال، طلابنا الأبطال، والتعليم اللي المفروض يعني في كل فترة في الحقيقة وعلى مدار السنين وعمر الجيش المصري دايما بيبقى فيه اهتمام من القادة بتسليح الجيش بأحسن تسليح وأحسن معدات، وأيضا الطلاب نفسهم والجنود. حضرتك شايف كل الإمكانيات الجديدة دي هتفيدنا إحنا إزاي؟ شوف حضرتك، الحتة اللي حتى الرئيس قال عليها، إحنا زي بيقول إيه، أي قائد أو أي قيادة في أي دولة مهمتها إيه؟ أن تحافظ وتحقق لدولتها الأمن القومي، أمن هذا الوطن، أمن شعبه، أمن اضطرابه، الأمن للمواطن في يومه وغده ومستقبل أبنائه كمان. عشان نحقق هذا في قدامي إحدى استراتيجيتين بنقولهم دايما. الاستراتيجية الأولى، وكلمة استراتيجية عشان العامة تفهمها، الطريقة يعني إن أنا بعد قدرات كاملة عندي، ومن أولها القدرة العسكرية طبعا، وأي حد بيحاول يعتدي عليا بقدر أواجهه بهذا الجيش وأدخل معاه في حرب وأهزمه وأنتصر عليه وأحافظ على أمني وأمن وطني. صحيح. طيب، بس مفيش حرب، مفيش نصر بدون تكلفة، التكلفة عالية جدا. طيب هل ممكن أحقق أحمي دولتي وأحمي أحقق أمني القومي دون أن أتكلف هذه التكاليف العالية؟ لأن ببساطة كده تكلفة يوم قتال بميزانية جيش في سنة. يعني اللي انا بقول ان ميزانيه الجيش في 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 السنه دي مثلا كذا مليار، يوم واحد حرب بيتكلف قد دي كله. شوف كم طياره ممكن تخسر، ده كم دبابه، كام 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 الخسائر، او حتى للمنتصر بالظبط كده بشكل عام قد ميزانيه جيش في سنه، محطوطه ميزانيه جيش في يوم قتال الدوله بتخسر دي. طيب اذا انا لو مطلوب مني ان انا احافظ على امن بلدي دون ان اتكلف هذه التكلفة، مش عايز اقول خسائر، هل ممكن؟ نعم ممكن. ازاي؟ باللي احنا بنعمله دلوقتي اللي مصر بتنتهكه، استراتيجية الردع. ما هو الردع؟ الردع هو منع العدو من مجرد التفكير في انه يعتدي علي. اي عدو يفكر انه يعتدي علي امنعه. منها احد الطرق امتلاك القدرة،
سواء كانت قدرة عسكرية أو بشرية أو قدرة داخلة فيها أو قدرة اقتصادية أو كتلة حيوية، كل القدرات الدولة الشاملة اللي بنتكلم عنها، هذه القدرات أنا امتلكتها، ده رقم واحد. أن أمتلك بقى زي ما أمتلك قدرات، يبقى أن أمتلك قدرات أعلى مما لدى عدوي اللي هو عايز يعتدي عليا. طيب ماشي كويس، أنا بقول في عدو عايز يعتدي عليا بسكينة، طب لو أنا أظهرت له مسدس هل ممكن أنه يعتدي عليا؟ لا. ليه؟ لأن أنا معايا سلاح أقوى منه. فإذا مش كفاية أن أنا أمتلك قدرات أكبر مما لدى العدو، لا، أن أظهر هذه القدرات. فإحنا قدام العالم كله عشان اللي شاف، طب ليه جبنا الطيارات وليه جبنا المسترال والرافال وكل الإمكانات اللي احنا جبناها، ما احنا ما حاربناش، يعني ما حدش اعتدى علينا. ما حدش اعتدى علينا لأننا امتلكنا قوة الردع. طيب امتلكناها، لو إن هذه القدرات ما شافهاش عدونا ممكن يجي اعتدى علينا طبعا. فبنظهر هذه القدرات. أحد طرق إظهار هذه القدرات مثل هذه الاستعراضات العسكرية، المناورات التدريبية اللي بتظهر في التلفزيونات وفي وسائل الإعلام، التدريبات المشتركة مع الدول الأخرى، زي ما أنا بتدرب مع أمريكا صحيح. مع دول من حلف الناتو، مع روسيا رحت اتدربت معاها في عكر دارها في البحر الأسود. هذه التدريبات بتظهر قدراتي لأعدائي، فبيحس بقد إيه مصر قوية. اللي احنا بننتهجه دلوقتي والكلام اللي بيعمله لما رئيس الجمهورية، كل الكلام ده مش استعراض، مش القصد منه ان احنا نوع من الفخفخة او لا اطلاقا، رسائل، ده رسالة كلها. رسالة ردع واضحة، مش احنا بس اللي بنعملها، دول العالم كلها بتعملها صحيح. ان انا اظهر قدراتي لعدوي صحيح. ده الف به، ده علم احنا بننتهجه وبننفذه. فهذا منها مثلا الاظهار القدرة بالشكل القوي الحاسم، احتفال بيوم الشهيد. لما الرئيس بيتكلم النهاردة عن الشهيد وبنحيي الشهداء، بنقول للعالم ولأعدائنا بالدرجة الأولى نحن أمة شهداء. لا يعني أي حرب عقيدتنا النصر أو الشهادة، هي دي الإظهار القوة. هذه الاستراتيجية هي اللي حامتنا النهاردة، هي اللي خلت من كانوا يعادون بالأمس يسعوا إلى علاقات طيبة معانا وللتعاون معانا، النهاردة حسوا ان اللي مع مصر هيكسب، اللي ضد مصر هيخسر، ومش لازم اسمي دول، انما قدام العالم كله حتى اللي كانوا بيعادونا وبيشتمونا لقوا ان مصلحتهم معانا مش ضدنا. فاذا كل ده ليه؟ زي ما بقول حتى بلغة لعيبة الكورة، اشتغلنا على نفسنا. أيوه. ما قعدناش نشتم في حد ولا رحنا نحارب حد ولا نعمل في اي حاجة، اشتغلنا على نفسنا. شوف القدرات الاقتصادية نمينا نفسنا ازاي. يكفي ان انا 9 مليون فدان بتوعي لما بزودهم النهاردة 50% بضيف لهم 4.5 مليون فدان، قدرة اقتصادية صحيح. الكتلة الحيوية اللي بزادت عندي، شبكة الطرق دي كتلة حيوية، المدن الجديدة كتلة حيوية، برنامج حياة كريمة، برفع مستوى الصحة كتلة حيوية، التعليم كتلة حيوية. كل دي اعدائي لما هو انا على مستوى الجيش لما باجي احارب بنعمل ايه؟ مقارنه بيننا وبين العدو على مستوى القوات، على مستوى الدول مقارنه بقدرات الدوله الشامله اللي منها كل الحاجات اللي احنا بنقوله دي. اذا لقى نفسه متفوق عني خلاص هيهاجمني وهيعتدي عليا ويبقى ضامن انه هنتصر، اذا لقى العكس لن يحاول صحيح. لان العمليات دلوقتي بالحساب صحيح. مكسب وخساره، هتروح تحارب دولة متفوقة عليك، والقدرة العسكرية إحدى قدرات الدولة الشاملة صحيح. أكبر قدرة بترفع قدرات الدولة الشاملة بشكل أضعاف أضعاف القدرة المعنوية اللي هي الإرادة اللي هي اللي من حولت 67 إلى 73 عندنا. فإذن إحنا كل الفترة 10 سنين اللي فاتوا دول إحنا إيه زي بقول إيه شغالين عن نفسنا، وده اللي معانا دلوقتي وإحنا موجودين في وسط عالم مضطرب، ودي الكلمة اللي قالها السيد الرئيس برضو النهاردة. ما هو إحنا ده إحنا لأول مرة مصر، مش كنا طول عمرنا نقول إيه التهديد من اتجاه الاستراتيجي الشمالي الشرقي بس، ده أنا عندي اتجاه استراتيجي شمالي شرقي، عندي اتجاه جنوبي، عندي اتجاه غربي، حتى الشمال لم يسلم من التهديد. اللي حواليا كله، شوفي الأبراج اللي حواليا كلها تساقطت
بكل أسف قدرات الأمة العربية انهارت كتلة ورا كتلة، ومصر كانت هي بؤرة أو هي دي مركز الزلزال اللي كانوا عايزين يعملوه يهزوا مصر. اللواء أنا مع حضرتك تماما في ده، ويمكن أحب طبعا أضيفه، طبعا السيد الرئيس هو اللي قال الكلام ده، أن طول عمر مصر بتلاحم الجيش والشعب والقيادة هو ده اللي بيخلي مصر قوية ومتماسكة مع بعضها. هي كلها مع بعضها، ما فيش حاجة اسمها جيش وشعب. صحيح. مصر بالذات غير كل العالم. بصي كل تاريخ مصر كده، هو الجيش اتعمل او جيش عرابي دايما الكلام ده انا بقول دي عرابي قام سنة 1881 عشان يدافع عن الفلاحين اللي الخديوي توفيق ارهقهم بالضرائب عشان يسدد الديون بتاع قناة السويس، فجه على الفلاحين. عرابي لما قام بمطلبين اساسيين، عايز يخفف عن كاهل الفلاحين وعن الشعب المصري الضرائب اللي عماله تفرض عليه، ثم نظره للامم الاوروبيه والديمقراطيه اللي موجوده عندها، وقال لك مصر مش اقل من الدول الاوروبيه، هي محتاجه ان يبقى فيها مجالس نيابيه زيها اسوه باوروبا. ده اللي طلبت بيه ثوره عرابي. صحيح. فجه النتيجه ايه؟ راح لاول ما لجوم الانجليز يهاجموا مصر، الخديوي للاسف لم يساند الجيش ووقف مع الانجليز ولغى الجيش المصري. صحيح. اللي طالب باعاده بناء الجيش المصري تاني ثوره 19. صحيح. ما احنا من 82 كان الجيش ملغي بديكريتو او بفرمان من الخديوي توفيق، قال قد صار الغاء الجيش المصري. لم يفكر الشعب تاني لما اكتشف، لما جه قام بثوره 19 ولقى الانجليز بيضربوه ومحدش بيدافع عنه، مال فين الجيش؟ اكتشفوا انه ده ما كانش جيش، ده في ديكريتو من 82. فمن اعاد الجيش الشعب. صحيح. فالشعب اعادها ليه في 52. هي في الحقيقه كل مرحله وليها تحدياتها. والنهارده في كلمه السيد الرئيس برضو اتكلم عن هذه التحديات، نسمعها مع حضرتك طبعا. ونرجع تاني. ياتي احتفالنا هذا العام بذكرى نصر اكتوبر المجيد في ظرف بالغ الدقه في تاريخ منطقتنا التي تموج بأحداث دامية متصاعدة تعصف بمقدرات شعوبها وتهدد أمن وسلامة بلدانها. ويأتي هذا التصعيد الإقليمي وسط أجواء من الترقب على المستوى الدولي تذكرنا بما حققه المصريون بالتماسك وتحمل الصعاب من أجل بناء قوتنا المسلحة للحفاظ على سلامة هذا الوطن الغالي وتبديد أي أوهام لدى أي طرف. إن اللحظة التاريخية الفارقة التي تمر بها منطقتنا اليوم تدعونا للتأكيد مجددا بأن السلام العادل هو الحل الوحيد لضمان التعايش الآمن والمستدام بين شعوب المنطقة، وأن التصعيد والعنف والدمار يؤدون إلى دفع المنطقة نحو حافة الهاوية وزيادة المخاطر إقليمياً ودولياً، بما لا يحقق مصالح أي شعب يرغب في الأمن والسلام والتنمية. سيادة اللواء، إزاي قدرت مصر تحافظ على نفسها في ظل كل التحديات دي؟ ما هو نفس اللي بقول حضرتك، إحنا اشتغلنا على نفسنا عشان ما حدش يقرب ناحيتي، زي ما قالها الرئيس قبل كده، محدش القوي محدش بيقرب لعشاء لأكل، محدش بيمد ايده على طبقه لأنه قوي، إنما الضعيف قضت الطبيعة وهي أعدل حاكمي أن الضعيف ينوء بالخسران. عشان محدش يهوب ناحيتي لازم أبقى قوي. فاشتغلنا على نفسنا من أول اقتصاد، ده من أول يوم عملنا قناة السويس الجديدة اللي شوف زودت الاقتصاد، وان شاء الله تمر العصره اللي بتحصل دلوقتي وتعود كمان. شوفي من 5 مليار دخلنا، احنا داخلين في حدود ال 10 مليار زياده، زي ما بقول لك اقتصادنا كله اهو بزرع ارض جديده، رغم ان في فقر مائي وفي قيود في المائيه، احنا شايفينها، بنعم نستخدم الميه، ميه الصرف الصحي والزراعي والصناعي، ونعيد زراعتها مره، استخدامها مره اخرى، واضاعف الارض الزراعيه 50% على الاقل. كل دي قدرات المصانع اللي احنا عمالين نعملها وما بنتكلمش. من يوم الرئيس ما جه
ما شفناهوش بيحط حجر اساس، شفناه بيفتتح مشاريع على طول ومشاريع منتجه في الصحه. شفت لما كنا فين وبقينا الحمد لله، فين اللي كان بيجيله مرض بتاع فيروس كان بيكتب وصيته. صحيح. النهارده الحمد لله ما فيش واحد عنده هذا المرض، بل في مواجهه كورونا كنا من افضل الدول في مواجهه هذا الوباء. اذا هي دي قدرات الدوله الشامله اللي رفعت الرصيد بتاعنا، رفعت الحسابات بتاعتنا، لأي حد بيفكر انه هددنا. ما هو ليه اللي حوالينا عمال يتساقط؟ لانه ما اشتغلش على نفسه، اشتغل يمكن على حاجه تانية، انه انشغل بغيره عن نفسه. لا، احنا قعدنا حتى ما سمعناش مره لرئيس الجمهوريه، ولا عندنا حد في الوزراء بيتكلم على حد بره خالص، حتى الناس اللي بيشتمونا ما شتمناش حد، ما عاديناش حد، ما تعرضناش لمصالح حد. انما قعدنا نعمل كل ده. حتى لما امريكا في يوم من الايام قال لك احنا هنوقف المعونه، انهم متشكرين. هذا الرجل رئيس مصر قال لهم متشكرين، ما حدش هتمنى. ما هو ده اللي بيرجعني بقى، قال لهم متشكرين على اللي انتوا عملتوه قبل كده، كتر الف خيركم. القياده السياسيه، ما هي القياده، القدره السياسيه او القوه السياسيه هي قدره من قدرات الدوله الشامله. ايه هي القدره السياسيه؟ النظام الحاكم. انا لو عندي معده طياره، والطياره دي افضل طياره في العالم، وطلعت عليها طيار نص نص، هيلبسها في الارض. انما لو طيار ماهر هيستخدم الطياره دي افضل استخدام. هكذا الدول. صحيح. القياده. ولذلك لما باجي اجمع، وتكون كمان مدعومه بشعبها. ما بدون الشعب يعني ده اهم حاجه. القياده السياسيه مدعومه بشعبها، ما هي هتقود مين؟ ما هو لو ما كانش بيعرف يسوس هذا الشعب ويحشد، مهمته ايه؟ حشد وإدارة إمكانات الدولة بما فيها قدرات الشعب دي، يبقى دي مهمة القيادة السياسية، حشد وإدارة قدرات الدولة لتحقيق أهدافها. لو ما كانتش القيادة السياسية عملت كده. ولذلك بص حضرتك، في معادلة كده بنسميها حساب قدرات الدولة الشاملة، بقول القدرة العسكرية زائد القدرة الاقتصادية زائد القدرة العلمية زائد الكتلة الحيوية، في اتنين بعمل فيه القدرة السياسية. لو القدرة السياسية صفر والقدرات التانية دي مليار، بقى مجموع كله كام؟ صفر. صفر. صحيح. القدرة المعنوية لها الإرادة برضو، بقول فيه لو القدرة الشعب أو القدرة المعنوية للبلد دي صفر، بقى كل قدرات صفر. فإذن احنا دلوقتي الحمد لله رب العالمين لدينا قدرة سياسية قدرت تحشد وتدير قدرات الدولة الشاملة في الاتجاه الصحيح، في اتجاه الأهداف. فده اللي خلانا على الأقل حمانا من أي أطماع خارجية. ده رقم واحد. رقم اتنين، هو اللي حسس من كان ضدنا أنه هو الخاسر، وأنه إذا كان معنا هو اللي هيكسب. فدي ميزة القدرة السياسية أو القيادة السياسية بالمعنى الأصح. ده التفسير اللي احنا بنشوفه دلوقتي، وده اللي اكد عليه برضو السيد الرئيس في كلمته دلوقتي عن التلاحم بين المصريين. نشوف مع حضرتك دلوقتي، اتفضل. ودعوني اؤكد في ختام كلمتي ان سلامة هذا الوطن ما كان لها ان تتحقق في مواجهة تلك التحديات التي مررنا بها على مدار السنوات الماضية، لولا صمود هذا الشعب الامين ووحدته. فتضحيات أبناء هذا الوطن هي نهر عطاء مستمر على مدار التاريخ، وإن اختلفت صورها وستظل مصر بوحدة شعبها أكبر من جميع التحديات والصعاب، وسيستمر تقدمها للأمام محفوظا بنصر الله ورعايته وإرادة وعزيمة أبناء هذا الشعب الكريم. سيادة اللواء، في دايما بتبقى علاقة خاصة جدا بين القيادة السياسية وبين الشعب، ايه سبب قوتها؟ شوفي باختصار ومن غير ما نتفلسف، اذا كانت هذه القيادة بتعبر عن ارادة الشعب هتنجح، اذا كانت ضد ارادة الشعب ستفشل. يعني في حاجات كده ايه، انت بتحسي ان هو ده اللي بيمثل الشعب، كل اللي بيعمله حتى ولو كان يعني ايه. شوفي احنا شفنا زمان، مش عارف لما زادت مش عارف انبوبه البوتاجاز قد ايه الدنيا اتقلبت، لما زاد كيلو اللحمه الدنيا اتقلبت. انما دلوقتي شوف احنا بنخش في مشاكل، انما الشعب زي ما بيقول ممكن بيقول اه بس
عذر الراجل او عذر القياده دي، لان ما قدامهاش غير كده، الظروف اقوى، ما يعني ما لهاش حل تاني، حاسس ان ايه ما فيش احسن من كده. يعني في عز كان ممكن هذه الدوله بكل ده تكتفي بانها في اتجاه مثلا عامل 20 مدينه جديده ومن الجيل الرابع كويس قوي، وعامل شبكه الطرق في الانتخابات الاخيره، وعامل لا الملايين اللي نزلت. انا كان ممكن اخش بدي واقود الجزء الناجح ده واتقدم بيه، بس ده انا عندي النص الثاني او الجزء الثاني الاعظم من الشعب اللي هو القرى، الخمس تلاف قريه والتوابع بتاعتها، في بيوت النهارده هتقع، في قرى ما دخلهاش صرف صحي، في قرى ما دخلهاش ماء شرب، ازاي يجي له نوم والناس دي كده؟ اتعمل برنامج بقى حياه كريمه، انزلي شوفي حياه كريمه عملت ايه، ده دليل الناس حست بقى. لا ده العمليه ديت مش القياده او انه حاسس بالفوق عمال بيلمع فوق او بيبني للمستويات الاغنى او المتوسط، ده نازل تحت خالص اهي بيشيل ده كله، لازم كلنا نطلع نبقى في مستوى واحد او على الاقل نقترب من بعض. لما ينزل بكل هذه المليارات يرفع مستوى القرى والنجوع، ان يدخلها مية شرب ويدخلها صرف صحي ويعمل فيها طرق ومستشفيات ومدارس وكل المصالح الحكومية، بدل ما يروح يعملها في المدينة ويبقى موجودة في متناول ايده، برفع مستوى السواد الاعظم من الشعب وانزله لأدنى مستوى عشان ما سيبوش واكمل بيه واكمل صحيح. بغيره صحيح، ودي ارادة الشعب. ولذلك كل الغلاء اللي جه ده، ما هو الغلاء ده في العالم كله. انا عايز ادي حاجة بسيطة بس لكل اللي بيسمعونا، احنا قبل الموجة اللي حصلت دي في العالم من اول حرب اوكرانيا وقبلها الكورونا، كان الكونتينر اللي بيتنقل من بره، الحاويه اللي بتتنقل دي من الخارج، بتتكلف نقلها $750، $750 عشان اجيبها من اوروبا لمصر. النهاردة الحاويه دي بتتكلف نقلها بس قد ايه؟ $5,000. شوف الغلاء قد ايه، سعر طن القمح كان بكام، زاد 10 أضعاف. فاذا دي تداعيات كل الاحداث اللي حصلت على مستوى العالم. الشعب حاسس ان القياده بتمثله صح، وزي ما بقول بتعمل من اجله. ما كانتش الناس نامت كده وساكته، وما كانتش الناس مشيت بالشكل اللي احنا شايفينه ده. يعني اذا هذه المشاكل الحياتية اللي بتواجه دول العالم كله، رغم ان احنا ممكن هنا في مصر حاسين بيها، انما حاسين انها دي موجة عالمية، مش عندي انا مش بس صحيح. ومش لتقصير او لضعف عندي صحيح. هكذا هو ده الاحساس بين القيادة وبين الشعب، ده سر النجاح صحيح. سيادة اللواء، كعادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفالات أكتوبر أنه بيوجه دايما رسالة للرئيس السادات، النهاردة وجه رسالة للشهداء وأيضا رسالة للرئيس السادات بطل الحرب والسلام. هي الرسالة زي ما قول لحظة، طب نشوف حضرتك الأول رسالة السيد الرئيس ونرجع. تفضل. كما نتوجه بتحية احترام وتقدير متجددة إلى روح البطل الشهيد الرئيس محمد أنور السادات، بطل استرداد الكرامة والأرض بالحرب والسلام بالشجاعة والرؤية الاستراتيجية، ونقول لروحه اليوم: إنما وهبت حياتك من أجلي لن يضيع هدرا أو هباء، بل وضع الأساس الراسخ الذي نبني عليه ليبقى الوطن شامخا والشعب آمنا، يحيا مرفوع الرأس على أرضه، لا ينقص منها شبر ولن ينقص بإذن الله، وهذا وعدنا وعهدنا لشعبنا العظيم. ببساطة هو السادات عمل ايه؟ والسادات عمل ما هو ده سؤال حضرتك، عمل المستحيل، خد قرار حرب وعلى عدو أقوى منه. ليه؟ لأنه صاحب حق. صحيح. صاحب حق هو ده. انا لما النهارده بحييه، يعني هذا المبدا هو مبدانا كلنا، نحن ابناء هذا المبدا، لا يمكن هنقبل ابدا الضيم او ان حد يعتدي علينا، حقنا العداله وهي دي اللي احنا نرتضيها، لا ننام
وهناك أي فكرة حد بيفكر يعتدي علينا. عبقرية السادات في الحرب والسلام الاثنين. هو بدأ عندما يعني نقول إيه وجد العدو متغطرس ولا يستمع إلى صوت العقل حاربناه. لما العدو فاء بعد الضربة اللي توجهت له، وهو هو العدو مين ومين اللي طلب الانسحاب؟ ده كيسنجر أول ما جه للسادات بعد ما كان عايز نطور الهجوم هو اللي قال له أرضك هترجع، لأنك لو حاولت تدمر قوات إسرائيلية أنت هتواجه الجيش الأمريكي، إنما لو عايز أرضك ترجع أرضك هترجع لك بالسلام. هم اللي طلبوا، وده الرسالة اللي جه كيسنجر وجهها للرئيس السادات رحمة الله عليه. فإذن احنا امتى هو دي عظمة السادات بقى. الحرب من الهدف العسكري يحقق هدف سياسي. الهدف السياسي في النهاية ايه؟ انا عايز احرر ارضي وعايز سلام. الحرب مهما خلاص بدأت حركت محرك السلام، بدأ نتجه في اتجاه السلام، خلاص مش لازم نكمل بالحرب طالما الهدف السياسي اتحقق، مش لازم يكملوا بالحرب بدل اللي عملوا السادات. فكونه بيحيي هذا الرجل الشهيد البطل في ذكراه ويذكر هذا، ان على هذا الضرب نحن سائرون. صحيح. مش هنسيب حقنا، لكن طالما حقنا عندنا وطالما الكل بيحترمنا نحن لسنا دعاة حرب، نحن دعاة سلام. صحيح. الأكاديمية العسكرية الجديدة اللي تم افتتاحها اليوم مفيدة قد إيه، أو مفيدة إزاي لبناء جندي وجندي قوي وطالب يتخرج طالب قوي نقدر نواجه بيهم كل التحديات اللي حوالينا؟ شوف حضرتك، احنا بنعمل دلوقتي، أنا عندي المقاتل عبارة عن ثلاث مثلث لي ثلاث أضلاع. الضلع الأولاني ليقتل البدنية الصحية والبدنية، الضلع الثاني ليقتل العلمية، الضلع الثالث بقى اللي هو اللياقة النفسية بقى. خلاص؟ صحيح. أنا الجيش عندي ثلاث عناصر برضو، جندي وسلاح وقائد. الجندي قد لا يستغرق أو لا يحتاج إعداده إلى شهور وربما أيام، يعني أنا ممكن أجيب ناس أجندها ويتدربوا في أيام ودخلهم المعركة، لأن كل ضرب على السلاح ده وتعمل واحد اتنين تلاتة القائد بيوجهه. تمام. السلاح إما أصنعه أو ممكن أشتريه في برضو من إذا كان في السوق، ما بيستغرقش عن حاجة، ولكن إعداد القائد يحتاج إلى عمر أجيال، ده الأهم، مش جيل بس. فإحنا بنبدأ النهاردة الأكاديمية العسكرية دي اللي فيها الكليات العسكرية، بنعد القائد من اول ما اخترناه وهو لسه لابس مدني. شوف الكشوفات اللي بتتعمل والاختبارات دي كلها والاختيار الدقيق جدا ليه، ثم اعداده على اعلى مستوى. احنا خدنا خبرات كل دول العالم غرب وشرق، ورحنا اعددنا هذه الاكاديمية. تروحي النهاردة اسلوب التعليم بقى، ما هو الضلع العلمي بقى اللي احنا بنعد ايه به المقاتل ده على ارقى مستوى. ازاي نوصله المعلومة؟ ازاي نثبتها؟ ازاي نوصله لأحدث ما وصل إليه العالم من علوم في تخصصه؟ تمام؟ ده اللي بتعمله الأكاديمية النهاردة، بتديله جرعة التعليم التي يحتاجها لكي يكون قائد في البداية، لأن الضابط ده بيتخرج قائد فصيلة ثم بعد كده إيه؟ أو يعني قائد صحيح. وحدة صغيرة ثم بعد كده يرتقي. فهنا أنا بخرج لبنة قائد بقى، بناء قائد صغير لسه. هذه اللبنة بنعدها أفضل إعداد. أنا ابتديتها أولا في الاختيار والانتقاء، ثم صحيا هنا وبدنيا متابعة وإعداد 10/10. علميا نفس الكلام بنعمله على أعلى مستوى وباستفادة من كل خبرات العالم شرق وغرب، ويخرج إلى الحياة العملية بقى إيه؟ ليضيف خبرات وتراكمية. فبيبنى القائد اللي في يوم من الأيام هو بقى إيه؟ قائد عام، قائد أعلى. صحيح. هو ده. لكن صحيح. إيه؟ يعني دي فلسفة هذه الأكاديمية وفلسفة ضم الكليات العسكرية بالشكل ده وفي مكان مع بعضها البعض، وأن يكون هناك تنسيق في المعلومات وفي الإعداد وفي إيه؟ حتى زي ما بنقول إيه؟ بنوفر الإنفاق
بدل ما ده بننفق عليه بشكل ما وده وده وده، فانا ممكن عندي فصل تعليمي في مكان واحد ده يتعلم فيه وده يتعلم فيه وده يتعلم فيه، بوفرت البلدي يعني. رغم صحيح. ان ايه ان المهمه تستحق اكتر، انما بقدر الامكان اذا كنا نستطيع ان نوفر لشعبنا نوفر. صحيح. دي الفلسفة بتاعت الأكاديمية العسكرية. سيادة اللواء نصر سالم، بشكر حضرتك جدا، حضرتك كنت ضيف عزيز وغالي علينا جدا النهارده، وبالتحديد أنا لأن دي أول حلقة ليا، سعيدة أن حضرتك كنت معايا. أهلا بيك ومبروك على البرنامج. بشكر لحضرتك جدا. من يريد السلام عليه امتلاك القوة. أهلا بحضراتكم من جديد. حول مستجدات الصراع وتأثيره على مصر والبلدان العربية هيكون محور حديثنا النهاردة مع ضيفنا في حلقة اليوم اللي هي أول حلقة ليا النهاردة مع حضراتكم، هو الكاتب الصحفي أحمد كامل البحيري. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بيك أستاذ أحمد. يعني طبعا الدنيا كلها حوالينا فيها يعني حروب ودمار وأشياء كثيرة، يعني ربنا مع أهالينا في السبع بلدان اللي موجودين. يعني تقدير حضرتك للموقف في ظل الساحات الساخنة جدا اللي من غزة للبنان لليمن لإيران للعراق لسوريا للضفة، حضرتك شايف ايه؟ يعني الإقليم ملتهب، وهو التهاب مستمر بقاله فترة. يعني الوضع في ليبيا، الوضع في سوريا، الوضع في العراق من 2003 منذ الغزو الأمريكي للعراق، واستكمال في الوضع في اليمن. هذه ساحات تقريبا داخلين على ما يقرب من 10 سنوات أو 12 سنة في حالة أزمة حقيقية، أزمة حقيقية في بنية الدولة. يعني أصبح عندنا ما يطلق عليه في العلوم السياسية يعني الدولة الهشة أو اللا دولة. يعني إذا نظرنا للجانب في ليبيا على سبيل المثال، هناك إشكالية حتى هذه اللحظة، هناك انقسام داخل الساحة الليبية. نفس الأمر في اليمن، نفس الأمر بنسبة ما في وضع العناصر والميليشيات المسلحة في سوريا، وخاصة في منطقة إدلب وانتشار التنظيمات الإرهابية. نفس الأمر في حالة عدم الاستقرار، نتمنى أن يستمر وضع في استقرار، مزيد من الاستقرار على المستوى السياسي والاجتماعي في العراق، ما زال هناك حالة عدم استقرار. ومن ثم أيضا نفس الحالة المستمرة بقالها ثلاث سنوات في أو سنتين ونص في لبنان منذ الشغور الرئاسي مع الرئيس ميشيل عون، وما قبله حراك الشعب في تشرين 2019، ثم انفجار مرفأ بيروت في آب أغسطس ما بعدها. يعني نحن نتحدث عن واقع سياسي في الإقليم ملتهب امتد، يعني بقاش بس في واقع الإقليم الشرق الأوسط فيه، لكن احنا بدأنا نخش على ترابط مع الساحل والصحراء في هذه المنطقة بحالة حدوث انقلابات متعددة في بعض الدول في منطقة الساحل خلال العامين الماضيين، انتشار كتير من التنظيمات الإرهابية في منطقة المالي وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد بشكل كبير، امتد الأمر لشرق أفريقيا، الوضع في السودان وتربطه مع الوضع في الصومال في بنفس الأمر. فنحن نتحدث عن ليس الإقليم القريب، يعني لو بنتكلم عن يعني خلينا أقتبس كده الدوائر الثلاثة اللي طرحها الرئيس عبد الناصر، يعني بس القياس عليها مش قصدي الدائرة العربية. أيوة. فلو بقيس على الدوائر نتكلم على الدائرة القريبة اللي هي الدول الجوار، حالة التهاب وصراع مستمر بتخفض في لحظات وبتعلى في لحظات حسب بيئة الصراع في دولة لدولة. ثم الدائرة الأوسع، دائرة الإقليم الأكبر شوية من المغرب العربي وصولا لأفغانستان وباكستان وإيران، هذه حالة أكبر. ثم الحالة الامتداد الأفريقي. فتقريبا حالة البيئة المترابطة أصبحت شبه ضعيفة، وأصبح الأمر مش بس في البيئة البرية، يعني مش في دول، كمان في البحر. يعني التهديدات في المياه الدولية أو الإقليمية سواء في البحر الأحمر، سواء نتيجة الأحداث الأخيرة أو ما قبلها في حالة عدم الطراف في خليج عدن والقرن الأفريقي، أيضا بتأثر بشكل كبير وأثرت بالفعل على مدخرات الدولة المصرية في قناة السويس. ومن ثم نحن نتحدث عن من وجهة نظري لم يشهد الإقليم الأضيق المنطقة العربية أو الوطن العربي أو الإقليم الأوسع منذ بدايات الاستقلال التحرر الوطني في الأربعينات والخمسينات والستينات طبعا من القرن العشرين، اللي هي مراحل تحرر الدول من الاستعمار، لم يشهد كما يشهده الإقليم
على مدار السنوات الأخيرة. أي الجبهات يخشاها نتنياهو؟ نتنياهو طبعا هو نتنياهو يخشى أي جبهة من الجبهات المحيطة به، لكن طبعا لو أنا برتب بترتيبه الأولاني، طبعا الوضع في قطاع غزة وفي الضفة، والضفة لا تقل عن غزة، ولذلك محاولات نتنياهو بعملية القمع والوحشية التي قام بها في الضفة الغربية وسقوط العشرات من الشهداء الفلسطينيين في الضفة الغربية، أنه يعلم جيدا أن الداخل في الضفة تهديد كبير جدا بالنسبة له بشكل أساسي. الوضع في لبنان نفس الأمر، وطبعا إيران بشكل كبير. لذلك أنا أعتقد أن ما يعتبره نتنياهو تهديد هو من وجهة نظري هو محاولة، مش تهديد، هو محاولة للالتفاف على الحق للاستمرار في السلطة. يعني هنا الموضوع مش أن هناك تهديد، هو سيظل هناك تهديد لأي مغتصب طبعا، طالما أن هناك اغتصاب وهناك حقوق مشروعة لم تعطى لهذا الشعب سيظل هناك تهديد. لكن من فعل التهديد ليس حتى المغتصب في حقه، يعني المغتصب حقه هو ما عملش تهديد. هتقولي طب ازاي انت بتقولي الكلام ده و7 اكتوبر فعلها الفلسطينيين والمقاومة؟ 7 اكتوبر هي نتيجة الفعل، مش هي الفعل. هي نتيجة الفعل ان انا من مدريد واصله من 90 و92 حتى هذه اللحظة لم يأخذ الشعب الفلسطيني أي خطوة للتقدم في حقوق دولته خالص. حد يتكلم عن الجبهة في الشمال داخل لبنان، والحديث الذي يتحدث عنه نتنياهو حوالين أن الدولة اللبنانية لم تحترم 17-01، هذا عبث، هذا كلام غير دقيق. إسرائيل ودولة الاحتلال لم تحترم 17-01، دولة الاحتلال لم تطبق 17-01 حتى هذه اللحظة، برغم أن 17-01 صدر في 11-2006 بانسحاب القوات الاحتلال الإسرائيلية من جنوب لبنان، حتى هذه اللحظة لم تنسحب إسرائيل من جنوب لبنان. هناك مزارع شبعة ما زالت محتلة، هناك 13 نقطة ما زالت عليها خلاف تبقى لخط الهدنة 49، هناك قرية الغجر محتلها إسرائيل، نصف قرية الغجر على الخط الأزرق محتلها إسرائيل. ومن ثم من اغتصب الحق ومن أدى إلى التهاب المنطقة ليست الطرف الآخر، من أدى التهاب المنطقة هو دولة الاحتلال ونتنياهو. طيب أستاذ أحمد، هل في أمل في محكمة العدل الدولية؟ بس خلينا نقول إن نتنياهو يعتبرها عدو لي؟ لا، أصل هي في الآخر المجتمع ولا في الدولي، في الآخر أمريكا هتقف. صحيح، هو المجتمع الدولي أنا لا أعول عليه، وخلينا أكون واضح حضرتك إن حصل انكشاف كبير جدا لكثير من المفاهيم السياسية والقانونية في طبعا هي كانت منكشفة، لكن هي ظهرت بفجاجة. إن الموضوع بفجاجة ليه؟ إن بدأ يبقى الموضوع متناقض مع منطلقات التأسيس. يعني لما أتكلم على حقوق الإنسان، أما أتكلم على المشروعات أو فكرة القانون وسيادة القانون وغيره، هذا سقط بشكل كبير. محكمة العدل الدولية وحتى الجنائية خلاص عندما اتخذت مواقف واضحة وصريحة دعما للشعب الفلسطيني وإدانة العدوان من دولة الاحتلال، فكرة القانون أو الشرعية القانونية لابد من قوة لتطبيقها. القوة للتطبيق هي مجلس الأمن. أيوة. ومجلس الأمن مش بس لا يطبق قرارات المحكمة في العدل وغيره، لم يطبق قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة. يعني لما الاقي الجمعية العامة للأمم المتحدة بهذا الكم من الدول تكون 80% 85% من أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة بياخدين قرار دعما للقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني وحق الدولة الفلسطينية في تمثيلها التمثيل الكامل في الأمم المتحدة، وفي نفس اللحظة يخرج مجلس الأمن 5 منه 4 منه أو 3 منه مقابل 2 حسب حق النقد الفيتوس بعيد عن الصين وروسيا، يعني يحسم الأمر على رأسهم الولايات الأمريكية. إسرائيل لم تحقق إنجاز على فكرة في تاريخها من منذ اغتصاب الأرض في 48 حتى هذه اللحظة إلا بثالوث. قوة إسرائيل هي مثلث 3 أضلاع، ضلع اسمه الدعم الكامل الأمريكي والغربي طبعا، 2 الخيانة، كل الانتصارات طبعاً الحقيقة إسرائيل طبعاً فيها خيانة، كل الحاجات الأخيرة اللي حصلت كلها خيانة والمرتزقة. صح، والمرتزقة. إن يعني هم ما يفرحوش من اللي هم عملوه، دي كلها خيانة. صحيح. وأقول لحضرتك على حاجة، إن بعض التقارير، وهناك تقرير مهم جدا أتمنى أن الإعلام المصري يقال ضوء نشرته أحد الصحف الأسبانية من حوالي 4 أشهر، حوالينا المرتزقة في الجيش الإسرائيلي. المرتزقة طول عمرهم موجودين في الجيش الإسرائيلي على فكرة، مش جديدة. وجايبين الدول من أفريقيا، مش يهود كمان، ما كانش على يهود، مرتزقة. وإيه الشركات اللي تعاقدت
وايه المرتبات اللي بياخدوها بالاسبوع فيها المجندين. وصل بعض التقديرات اللي نشرها هذا التقرير العظيم من وجهه نظري بالاسماء، يعني جايبه عامله لقاء مع بعض الجنود المرتزقه الاسبان اللي موجودين في داخل الجيش الاحتلال الان فيها، وازاي تم الدفع حتى في جبهه الشمال مش بس في غزه بما يقرب من 4000 جندي مرتزق. يعني من يحارب الان في العدوان في الجنوب هم في الصفوف الامنيه برضه مرتزقه. فاسرائيل دوله الاحتلال بتعتمد في انتصارها على 3، دعم مطلق امريكي لا حديث فيه ولا تقويض فيه. يعني امريكا عندها كده قاعده تقول لك امن اسرائيل وبعد كده نقول بقى، يعني نقول بقى ايه تفاوض لان نضغط على إسرائيل. بس في حاجه اسمها كده سقف وقاعده بتنطلق منها امريكا وما دونها نتكلم فيها. فالدعم المطلق الامريكي والغربي والقيانه والمرتزقه ده ثالوث القوه عند اسرائيل. حتى فكره وده اللي بتحاول ان هي تصيغ بيها ما يسمى بمفهوم نشوه الانتصار والوعي، زي ما كنا في لحظه من اللحظات يقعد يقول لك الجيش الذي لا يقهر. ما تصنعه اسرائيل الان من حاله ان هي متفوقه تكنولوجيا ومتفوقه ما اعرفش وصلنا لكم لزعيم حزب الله وصلنا ما اعرفش تمام، اذا كان عندك كل التكنولوجيا دي مش عارف تخرج الاسرى بقالك سنه؟ يعني لو انت متفوق لهذا التفوق بقالك سنه 12 شهر وانت ده في ملعبك، يعني ده بقى في ملعبك وحتى هذه اللحظه ما خرجتش اصلا. يقول لي طب الاسرى اللي خرجوا، لا الاسرى اللي خرجوا خرجوا بالاتفاق في نوفمبر الماضي. النسبه 99% باستثناء الاربعه اللي لقوا في النفق بعد المعركه، 99% من الاسرى اللي خرجوا خرجوا في اتفاق، وما دون الاتفاق مش عارف تخرج حد. ففكره اذا انت عندك وصل لدرجه ان الصحيفه الفرنسيه تحدث عن ماده يتم وضعها على السيد حسن نصر الله فتم اكتشافها، واجهزه تصنت عبر الكحه، ده بيتكلم جد مش بهزر، تحددي نوع اسرائيل متفوقه تكنولوجيا بس مش هذه الدرجه، دي محاول صنع التفوق لاضعاف المعنويات. طب اذا انت عندك عبر الكحه وعبر ما اعرفش مش عارف تجيب كحه مواطنك 12 شهر لم تصل الى نتيجه لا علاقه بالاسرى. فهذا التفوق او ما يدعي من هذا التفوق هو لن يصل الى هذه الهوليوديه. طموحاته ايه؟ يعني طموحاته في لبنان ايه؟ عايز يوصل ليه؟ طب هو في طبعا مشروع هو طبعا بيتكلم عنه ان احنا نريد تغيير الشرق الاوسط. اولا خليني اقول حركه، هذا المصطلح اللي استخدمه نتنياهو ليس جديد. كنت ريزا رئيس في عام 2003 او من عام 2001 بعد 11 سبتمبر تحدثت حوالين مصطلح تغيير قاره الشرق الاوسط. اوكي؟ هي لم تنجح في تغيير الشرق الاوسط. لا ما نجحتش. اوكي؟ حصل حاله عدم استقرار. في فرق هنا. هي كل اللي عملته ان هي اضعفت بنيه الدوله الوطنيه في الشرق الاوسط. اضعفت الدوله العراقيه. دخلت افغانستان، لكن ان هي ادت الى انتهاء الخريطه لم تؤدي الى انتهاء الخريطه. الخريطه زي ما هي. مظبوط. الحمد لله. الحمد لله. لكن هي عملت حاله عدم استقرار. ومشهد النهايه مهم، انا عندي مشهد البدايه عملته كونديزا رايس في 2002 حوالين ما يسمى بتغيير شريط قريه الشرق الاوسط وعمل شرق اوسط كبير ولا بلا بلا من هذه الاجنده اللي كانت طرحت. والنتيجه عندي مشهد مطار كابول اغسطس 2022 بهروب القوات الامريكيه من قلب افغانستان وتسليم السلطه لنفس الناس اللي كانت بتحاربهم. صحيح. هذا دليل على الفشل بكل المقاييس بما يسمى بالرؤيه الاستراتيجيه لدوله اسمها امريكا. عندما ياتي نتنياهو يعيد تكرار ما قالته كونديزا رايس من ما يقرب من 20 سنه او اكثر تقريبا حوالين اعاده تغيير صياغه الشرق الاوسط باي ادوات؟ خلينا اول نقطه. ما يحدث بقاله 4 ايام من 1 اكتوبر حتى هذه اللحظه حوالين الدخول البري لجنوب لبنان عبر محور اصبع الجليل من كفر كلا والعدسيه وراس مارون الراس. ما يحدث، هل قادر جيش الاحتلال ان يدخل جنوب لبنان فيؤدي الى استقطاع ما يسمى بجنوب شهر النهر الليطاني او كما يدعي الان المتحدث الخاص بهم النهر الاولي لعمل منطقه امنه بعمق 28 كيلو او 62 كيلو؟ هذا وهم. ان لبنان دوله الاحتلال عندما ارادت احتلال جنوب لبنان لم تحتله بقوتها. الناس فاكره الناس بتتكلم ايه احتلال اسرائيلي، هي احتلت عبر ميليشيا لحد، عبر الجيش المنشق من الجيش اللبناني في 78 بقياده سعد حداد، ثم بعد وفاته جاء انطوان لحد. هم لبنانيين منشقين تعاونين مع اسرائيل او شويه عملاء يعني بس عشان نبقى واضحين. فهي احتلت جنوب لبنان لبنانيين بعملاء لبنانيين. اوكي؟ فيها لغايه ما حصل الانسحاب الشهير في عام 2000 وخروج كل الجيش العملاء اللي داخل الارض المحتله مستخبين هناك بعد تحرير الجنوب لبنان. فهنا القوات دوله الاحتلال لم تتمكن في تاريخها باحتلال الارض فتره طويله، هي بتجيب عملاء تحتل الارض
هم اللي يدفعوا ضريبه الاحتلال، هي ما تدفعش ضريبه الاحتلال. حتى في مشهد اجتياح بيروت ودخولها بيروت، وهذا قبل اغتيال اقتحام بيروت، طلع مقوله كده يقول لك احنا نحتل لاي دوله عربيه بما فيها لبنان بفرقه موسيقيه للاسرائيليين. فرقه موسيقيه يعني ايه؟ عارفه الجيش بيبقى فيه فرق موسيقيه. أيوة نوع من انواع الاستعلاء والغطرسه. اوكي تمام. دخلوا قلب بيروت بالفعل. وصلت ان مشهد في بعد عمليه خالد علوان الشهيد البطل في قلب شارع الحمراء في بيروت بمسدس على فكره، وانتقال المقاومه الوطنيه في قلب لبنان لمواجهه الاحتلال الاسرائيلي، حطوا الميكروفونات، كانت الميكروفونات قديمه في الثمانينات في 83 على عربات الجيب الصغيره، ويدفوا بيها في بيروت الشرقيه بيروت الغربيه اللي هي منطقه السنه، انا اسف بقول مصطلحات طائفيه بس انا بحاول، في بيروت الغربيه بيقولوا للمواطنين احنا هنخرج مساء بلاش تضربوا علينا نار. ده مشهد مصور، مشهد مصور. فدوله الاحتلال هي بتتعامل بفرط القوه، فائض القوه بالمصطلح يعني، بعمل مجازر لمحاوله الاخافه لم تنجح. لذلك الحديث الان هناك مقاومه عنيفه من اللبنانيين في جنوب لبنان الان لمواجهه القوات دوله الاحتلال. انا بقول لحضرتك واجزم هذا الامر، لن تتمكن دوله الاحتلال باي شكل من الاشكال لتنفيذ اجندتها سواء باحتلال مباشر على الارض، وهذا الامر الذي طرحه نتنياهو لن يتحقق. اقصى شيء سيصل اليه نتنياهو هو ما طرحه الرئيس ماكرون، رفع عدد قوات اليونيفيل من 15 ل 25000، ورفع عدد قوات الجيش اللبناني بعد دعمه من 2400 دلوقتي الى 10000 طبقا ل 1701، نقطه على السطر. وسينسحب ذليلا الى الحدود الدوليه نفس الامر. فالحديث حوالين القدره والسيطره وان انا اخش اغير لن ينجح في عمليه التغيير. حتى الحديث حوالين التلويح لبعض الاطراف بتنفيذ ضربات، نفذ ضربات دوله الاحتلال، ضربت المفاعل النووي في 89 في العراق في هذا الامر تمام، هي تقدر تعمل ضربات، محدش يقدر ينكر هذا الامر. تهديد الايران دلوقتي، تهديد الايران سوف يمكن يمكن ان يقوم بعمليات. هذه العمليات هناك الان حديث حوالين هل تبدا بالمفاعلات النوويه ام تصل الى مصاف النفط ام تصل الى المؤسسات العسكريه ام تصل الى البنيه التحتيه، كل دي اهداف الحديث عليها. وهناك حديث رايح جاي ما بين الفرنساويين والامريكان والمجتمع الاوروبي حوالي ضبط هذا الامر، الابتعاد على المفاعلات النوويه ثم الوصول الى اهداف اخرى. نعم يمكن ان يقوم بعمليه استهداف، لكن هل عمليه الاستهداف ستؤدي الى انهيار النظام الايراني؟ ما ده السؤال. يعني هو التغيير معناه ايه تغيير؟ هل التغيير معناه ان انا انفذ ضربات حتى لو كانت الضربات ادت الى مزيد من ال، يعني احنا لسه مش عارفين هي الضربات هتبقى فين لو اتنفذت؟ حتى لو انا اقصى ضربه، اقصى ضربه المفاعلات النووية، ماذا أدت الضربات المفاعلات النووية؟ هي إضعاف البرنامج النووي الإيراني، نقطة على السطر. ورد فعل إيران طبعا هناك رد، أكيد طبعا يعني لسه ما وصلتش رد فعل، بس أنا بتكلم على فكرة التغيير. هو بيتحدث عن تغيير، وحتى لما جاب هذا العنوان تغيير الشرق الأوسط هو ما قالش يعني إيه تغيير الشرق الأوسط ولا إيه أبعاده ولا إيه ملامحه، إن هو لا يمتلك المرة العشرة هناك فائض عنف وفائض قوة وفائض تدمير وهمجية من دولة الاحتلال. لكن فكرة أن يجبر الشرق الأوسط مجتمع ويقف في مشهد في الأمم المتحدة في الجامعة العامة ويرفع له صور وينزل له صور، هذا الأمر هو كله بالنسبة لي للدعاية والاستهلاك المحلي. وحتى هذه اللحظة نحن نتعامل مع ليس شخص في بني الدولة، احنا نتعامل مع شخص سيكولوجي، سيكولوجي بمعنى أن هو النصيب الأكبر من قراراته حفاظا على حياته وعلى شكله قدام شعبه، على حياته مش شكله، حياته هو وزوجته على فكرة. أن نتنياهو بمجرد من خروج من هذه من مقعد السلطة في دولة الاحتلال، هو مصيره هو وزوجته، مش بس بسبعة أكتوبر وفكرة لجنة التحقيق وغيره، بقضايا الفساد القديمة فهو يعي جيدا قضايا الفساد الكتير صحيح، والأحكام اللي كانت موجودة والقضايا صحيح، فهو يعلم جيدا أن خروجه من مقعد دولة الاحتلال كرئيس لدولة الاحتلال تعي جيدا مش ان هو خارج السلطة، انه في السجن. فاحنا بنتعامل مع واحد بيسعى للحفاظ على بقائه، فاختلط الامر بالسيكولوجي مع رغبة التمدد والتوسع. فاحنا الان لا نتعامل مع دولة احتلال بن غوريون، الفكرة في فرق كبير. دولة احتلال بن غوريون شيء، ودولة الاحتلال مع نتنياهو شيء تاني. احنا بنتعامل مع دولة احتلال
قايمة على العقيدة الصهيونية والتوسع ولا بلا بلا بلا، أكيد. لكن بنتعامل مع بعد سيكولوجي لرئيس حكومة هو جزء منه يحافظ على بقائه، مش بس بيحافظ على كيانه وها اللي مسؤول عنه، ده بيحافظ على بقائه الشخصي هو صحيح. وحياته. صحيح. سؤالين قبل ما نختم. طبعا. حضرتك مع إيران إنها تضرب ضربتها اللي هي عملتها، ودايما بيقال إن الدولة اللي هتدخل حرب بمزاجها يعني بقرارها مش دفاعا عن النفس لازم تكون دولة يعني مستقرة اقتصاديا. حضرتك شايف دي خطوة كانت تتعمل ولا يعني هتضر عليها أضرار كتير؟ بس أي خطوة لها تبعات، وأنا ما أقدرش أقول إيه تقديرات الموقف في طهران في هذا الأمر، لكن أنا أقدر أقول جزء من طبعا الخطوة دي سيكون لها تبعات سواء الآن أو الرد الثاني أو ما بعد الرد الثاني وإلى آخره، وستؤثر على الإقليم طبعا ستؤثر على الإقليم، لكن جزء من الأمر أن كان هناك في لحظة من اللحظات أن هناك حالة من حالات الاستعلاء بالقوة في الإقليم ككل، يعني ضرب القنصلية ثم تم إعلان ضرب طهران لدولة الاحتلال قبل بست ساعات، يعني خلاص يعني هنا دي مراحل التصعيد، ثم يقوم بعملية الاغتيال في قلب طهران لإسماعيل هنية فيعني الأمر تاني فيتم ضرب الصواريخ. ففكرة الرد والرد دي لها علاقة تخضع لحسابات الداخل. صحيح. بتشابك القوة السياسية داخل كل دولة، فهناك أطراف داخل طهران في سلطة، في أطراف، في حسابات دولة، في مستوى العمليات التأييد الداخلي، في علاقات مع بعض تشابكات الفاعلين من دون الدول في الإقليم. ففكرة أرد أو ما ردش الرد أثره أقل ضررا من عدم الرد على المستوى البيئة الداعمة ليها والمستدرة دي تقديرات، لكن المحصلة في هذا الأمر في أن هناك فعل ورد فعل. وخلينا أقول لحضرتك تاني أن كل الأفعال التي بدأت في هذا الإقليم سواء من ما قبل من 7 أكتوبر حتى هذه اللحظة كان السبب الرئيسي فيها دولة الاحتلال. أيوه. يعني سواء في الداخل قطاع غزة ما قدمته أو في لبنان، يعني ما قدمته مصر من مبادرات ما قبل 7 أكتوبر لحال حالة الأمر لم يلتزم بها أو لم ينصت إليها أصلا نتنياهو. خلينا أقول لك أن لجنة الخماسية كان في لجنة في لبنان وهي مستمرة حتى هذه اللحظة تسمى الخماسية، فيها مصر وفرنسا وأمريكا وقطر والمملكة العربية السعودية، واستمرت على مدار سنتين للعب دور داخل لبنان. ومصر قدمت مبادرات، ان سفير مصر علاء موسى واحد من اكفأ السفراء المصريين على الاطلاق، هو والقنصل المصري المستشار محمد مشد، وقدموا مبادرات بالفعل والتقوا مع كل الفرقاء، ان مصر ما كانش عندها ازمه مع اي حد، يعني الامريكان لما كانوا يروحوا يلتقوا مع محمد رعد من حزب الله الامريكان ما بيحضروش مع حزب الله عشان العقوبات. وكان في ازمه، وطبعا المملكه العربيه السعوديه ما بتحضرش مع حزب الله، فكان مين الوسيط اللي دايما يحضر مع كل الفرقاء؟ المصري والفرنسي. فمصر كانت تحضر هنا ومع جبران باسيل برضو في عقوبات، فالامريكان ما كانش بيحضروا، فيتحضر المصري ويحضر الفرنسي ويحضر القطري، ان العلاقه كويسه في الناحيه الثانيه، وهكذا مع كل مع كل الفرقاء. فتقريبا مجمل القوى السياسيه من الاقصى للاقصى مصر لعبت فيها دور. جزء من افشال هذا الامر ايضا على فكره هو التصعيد الاسرائيلي طبعا، يعني عشان طبعا هناك اسباب داخليه داخل لبنان لا يمكن انكار هذا الامر، فلا يوجد شيء حتى تنامت مصر من سرعه انجاز الملف الرئاسي في لبنان والشعور الرئاسي في لبنان عبر المبادره المصريه التي قدمت ضمن الخماسيه، وهي اللي بدات تتعاد تاني على فكره حاله الامر في لبنان خلال الاسبوع الماضي في سلسله اجتماعات. ايضا جزء مهم جدا ان كل من يفشل كل محاولات الاستقرار، طبعا انا مش بتكلم ان هو العنصر الوحيد، هناك عناصر اخرى، لكن العنصر الرئيسي الذي يفشل كل محاولات الاستقرار في هذه المنطقه هو جانب دولة الاحتلال. طيب حضرتك شايف خليف حسن نصر الله؟ طبعا هو حتى هذه اللحظه هناك اسماء، في بعض الترجيحات الاقرب هو السيد هاشم صفي الدين لاسباب عده، يعني عشان ما اخدش من وقت حضرتك فيها كتير، لكن ما زال هناك اسماء اخرى، يعني هناك الشيخ او السيد محمد لم يستقروا بعد. انا اعتقد اني لم يستقروا بعد، وان كان المتحكم هو هاشم صفي الدين، يعني بغض النظر مثال يعني، ومش شرط اني من وجهه نظري حتى لو لم يعلن السيد هاشم صفي الدين امينا عاما لحزب الله سيكون هو رقم واحد برضه. ايوه. اوكي، بغض النظر عن من سيتولى الامن العام، بغض النظر سواء الشيخ محمد يزبك، سواء الشيخ نعيم قاسم، سواء لماذا خرج هو؟ لماذا ايه؟ لماذا خرج نعيم قاسم؟
خرج من الترشيحات في المؤتمر الصحفي ان هو نائب الامين العام. لا بحكم المنصب هو نائب الامين العام. أي. يعني في الامين العام ونائب الامين العام فهو اعلى تاني اعلى منصب في الهيكل التنظيمي ليه، تالت اعلى منصب السيد هاشم صفي الدين. وخروج ان هو خروج هاشم صفي الدين اكثر مواجهه من اسرائيل، يعني هناك لان هم حاولوا يستهدفوا بيته مرتين، مره في الشوف ومره في الضحيه مرتين خلال الاسبوع اللي فات ده. فالسيد هاشم صفي الدين واحد هو يعلم ان هو الخليفه، وحتى لو لم يعلن نتيجه لعدم توجيه ضربات هو المتحكم الفعلي حزب الله رقم واحد بغض النظر سياتي هو مباشره او سياتي اي اسم بنفس قوه حسن نصر الله. حسن نصر الله هو ميزه اخرى، حسن نصر الله كان عنده كاريزما اوكي وحسن نصر الله بقى له 32 سنه فيعني في معارك 93، معركه ما بعد عباس المساوي 96 2006 وهكذا. هاشم صفي الدين انا اعتقد ان يعني هو على فكره هو من وجهه نظر يعني لقراءه المتواضعه في هذا الملف يعني هو اكثر تشددا من الجناح المحافظ. يعني في رئيس جهاز الاستخبارات الذي اتخذ قرار باغتيال عباس المساوي ساغي رئيس امان جهاز الاستخبارات الاسرائيلي خرج وتحدث على ان واللي وقع على قرار الاستهداف للامين العام السابق، تحدث على ان من الاخطاء التي يعني الاخطاء فيها القرار ودوله الاحتلال انها اختالت الامين العام السابق عباس المساوي. انا اعتقد اني ستخرج قيادات من دوله الاحتلال قريبا ستقول ان كان من ضمن الخطا اتخاذ قرار اغتيال السيد حسن نصر الله امين عام حزب الله. اني ماذا حدث بعد اغتيال عباس المساوي؟ وعشان كده هي الناس مش عارفه هو ايه اللي حصل بعد اغتيال عباس المساوي ضد اسرائيل. طبعا لو انا مفيش وقت لكن الموضوع الارجنتين يعني ده موضوع كبير وما يمكن ان يحدث الان بعد حسن نصر الله في رد الفعل على دوله الاحتلال، ومن يمكن ان يخلف حسن نصر الله، ومن اني جناح ان تركيبه حزب الله. هو الناس معتقد ان حزب الله هو تركيبه واحده، حزب الله في نشاته قام على بنيه عناصر مع العنصر حزب الدعوه وحزب متشدد او جماعه محافظه جدا وقام على اجزاء من حركه امل. يعني تركيبه حزب الله مش تركيبه واحده، فمن ياتي سينعكس فيها. فهل يمكن ان تخرج دوله الاحتلال بالندم؟ انا اعتقد انه ستندم على قرار الاغتيال. استاذ احمد كامل بحيري، وقتنا انتهى، الحلقه كلها وقتها خلص. احنا بنشكر حضرتك، واكيد في ظل طبعا التداعيات والاحداث الملتهبه حولنا في المنطقه اكيد هيبقى في لقاءات متعدده مع حضرتك. شرف لي يا فندم، بشكرك جدا. شكرا لحضرتك يا فندم. ميرسي جدا. مشاهدينا في كل مكان، كنا سعداء مع حضراتكم النهارده، ومره ثانيه بنقول لكل خريجي دفعه الكليه الحربيه 2024 يعني الف مبروك، ويا رب تكون بدايه جديده ليكم ان شاء الله الله، واحنا كبلد وشعب نستفيد بيكم ان شاء الله في المستقبل. بشكركم جدا، ويا رب تكونوا استمتعتوا معانا النهارده، وان شاء الله نلتقي على خير بكره وتصبحوا على الف خير.